جدد المجلس الأعلى للقضاء في تونس رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية عبر المراسيم، كما أكد المجلس في بيان له عقب لقاء مع الرئيس قيس سعيد على أن إصلاح القضاء ينبغي أن يتم عبر الضوابط الدستورية وخارج إطار التدابير الاستثنائية. إذا أكدت حركة النهضة رفضها استمرار الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، وقالت الحركة في أول ندوة صحفية لها منذ 25 من يوليو الماضي، قالت إن هناك محاولات لتشويه وتزوير التاريخ بالقول إن السنوات العشر الماضية تتسم بالفشل. وأوضحت أن هناك مساعي من أطراف عدة لتوظيف أجهزة الدولة سعيا لضرب خصوم الرئيس. وقد طالبت الحركة بعودة الدستور والبرلمان أو إجراء انتخابات مبكرة. ويجب أن نتصدى له بالطرق السلمية. المسار الحالي للبلاد على المنبر الإعلامي لحركة النهضة بعد نحو 5 أشهر، في أول نقطة إعلامية بعد إجراءات الرئيس سعيد وتجميد أعمال البرلمان، أكدت الحركة رفضها تواصل التدابير الاستثنائية، مشيرة إلى وجود مساع حثيثة لتوظيف أجهزة الدولة بهدف ضرب الخصوم السياسيين للرئيس، بما يمثل خطورة على المسار الديمقراطي للبلاد. وقت اللي ما يقدروش عليه بالشكل الديمقراطي يلجؤوا إلى توظيف أجهزة الدولة سواء كانت أمنية وإلا عسكرية، ومحاولة توظيف القضاء أيضا لتصفية الحسابات. نحن نعتبر أن هذا لا يقدم بالبلاد. تصريحات النهضة سرعان ما تلقفها المتابعون، من يعتبرون أن تجاهل الرئيس سعيد لكل الأصوات ومضيه في فرض سياساته عمق من أزمة البلاد، إضافة إلى أنهما مهد الأرضية نحو تقليص الخلافات بين القوى السياسية بما يضمن توسيع جبهة المعارضة لإجراءاته. فاليوم هناك مرور إلى مرحلة أخرى من التصعيد الإعلامي والسياسي في سياق توسع دائرة الغضب والانتقادات بما في ذلك داخل الأطراف التي كانت ساندت قرارات 25 جويلية و22 سبتمبر بقوة مثل حزب الشعب. يجب في الأثناء لا يزال الغموض يلف الخطوات المقبلة للرئيس سعيد مع تواصل إجراءاته الاستثنائية التي جمع بموجبها كل السلطات في يديه، وهو ما ينبئ بحسب مراقبين باستمرار الأزمة السياسية التي لا تبدو بوادر حلحلتها قريبة. ترفض النهضة رفضا قطعيا الواقع الذي آلت إليه إجراءات الرئيس والمسار الذي تعتقد أنه مضل فيه، وهو ما تلتقي فيه مع طيف واسع من الأحزاب السياسية في البلاد، أحزاب تنادي بضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية واسترجاع دولة القانون والمؤسسات في وقت يواصل سعيد مسكه بالسلطات كافة دون أي سقف دستوري أو زمني. أميرة مهدب، العربي، تونس. وللمزيد ينضم الينا من تونس الدكتور رضا لاغا، عضو المكتب السياسي لحركه الشعب. مرحبا بك معنا دكتور، ودعني اسالك بدايه عن موقف حركه الشعب الان. انتم في البدايه ايدتم قرارات 25 من جويليا، هل ما زلتم تؤيدون هذه القرارات وما نتج عنها ايضا من قرارات حتى اليوم؟ مساء الخير. نعم، حركة الشعب كانت من الأحزاب الأولى التي صدرت بيانا سياسيا يؤكد بأن ما حدث يوم 25 جويلية ليس مجرد نزهة، وإنما هو تصحيح لمسار سياسي انحرفت به الحياة السياسية عن أهداف الثورة التي قامت ذات 17 ديسمبر. من هذا المنطلق الموقف لا زال قائما، حركة الشعب داعمة لمسار 25. كل حركة الشعب لا تزال داعمة للرئيس؟ تفصيلات. نعم، لا زالت داعمة للمسار 25 جويلية. المسار هنا، التداخل بين شخصية الرئيس و 25 جويلية، هو بحد ذاته يمثل إشكالا في فهم ما ترعى على الحياة السياسية في تونس. 25 جويلية هي مرحلة تصحح من خلالها الإرادة الجماهيرية الشبابية في تونس طبيعة التوافقات المغشوشة التي قامت في المشهد السياسي. طيب، هل تصحيح المسار دكتور رضا لاغا، هل تصحيح المسار، لنفترض ذلك، هل تصحيح المسار يتم عبر الإجراءات التي اتخذها الرئيس، عبر محاولات تطويع القضاء كما بات يتهم الرئيس بذلك؟
أولا أدعوك سيدي الكريم أن تفسح لي المجال لكي أتكلم وأبلغ الفكرة على النحو الذي أريد. تفضل. ثانيا عندما نتحدث عن الإجراءات الاحترازية أو الاستثنائية التي قام بها السيد رئيس الجمهورية، لا ينبغي علينا أن ننسى الصورة التي كانت عليها تونس قبل 25 جويلية. الصورة كانت مزرية، كانت هناك حالة من الفوضى، دولة شبه مفلسة، تجربة ديمقراطية اخترقت فيها الأحزاب وتحديدا حركة النهضة الجهاز المناعي للدولة بتنصيب ولاءات وأشخاص ليس لهم كفاءة في إدارة المرفق العام. يضاف إلى ذلك مشهد صحي قاتم وموتى بأعداد مفزعة. ما حدث يوم 25 جويلية بهذه الأوامر الاستثنائية، نجحنا في أن نؤمن صحة وسلامة المواطن التونسي بتلقيح وصلت إلى ما يزيد على 5 مليون مواطن تونسي. تحدثنا الآن على أمر صدره السيد رئيس الجمهورية وهو أمر 117، فيه الكثير من الإجراءات التي تبنتها جل الأحزاب وحتى منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل. المشكل يكمن في التفاصيل وليس في الإجراءات. طيب في هذه التفاصيل بالفعل تتضمن دعوات إلى القيام بإصلاحات سياسية. نعم. والإصلاحات السياسية نادت بها كل طيب. الأحزاب والمنظمات. ولكن هذه الأحزاب أستاذ دكتور رضا، هذه الأحزاب وهذه المنظمات بما فيها اتحاد الشغل هو اليوم يتعارض مع الرئيس في الخطوات وفي التمشي الذي يذهب فيه الآن. هو أو هذه الأحزاب والمجتمع المدني عموما يطالب بوضع يعني أفق زمني محدد لهذه الإجراءات، يطالب بانتخابات مثلا برلمانية أو رئاسية سابقة لأوانها. لماذا لا يضع الرئيس هذه الخطة وهذه الأجندة بشكل واضح؟ الأمر بسيط، نحن في حركة الشعب أيضا ندعو إلى أن توجد رزنامة وخارطة طريق واضحة لإنهاء المرحلة الاستثنائية، لأنه من غير المعقول أن تستمر إلى ما لا نهاية. ولكن لا نستطيع أن نتحدث عن مرحلة استثنائية إلا بعد أن تستوفي المهام التي قامت لأجلها. المهام هنا تقوم على تناقض حاصل بين المسار الثوري الذي هو من حيث طبيعته غير امتثالي وغير محافظ، وهو قلق ويريد دائما أن يعود إلى المربع الذي قامت عليه الثورة ذات 17 ديسمبر، أهداف تؤسس إلى المطالب الاجتماعية التي غيبتها الأحزاب السياسية للأسف. وهناك مسار دستوري قام على توافقات مغشوشة. المواقف التي صاغتها الأحزاب الحاكمة في 14 جانفي قامت على فكرة الانحراف بالسلطة من قصر قرطاج والذهاب بها إلى باردو. الإرادة الشبابية أعادت السلطة إلى قرطاج. هذه المفارقة التي لم يفهمها الكثير من السياسيين والكثير من النخب السياسية في تونس. طيب لذلك نحن نعتبر أن شخصية السيد رئيس الجمهورية شخصية محورية في مسار 25، وليس ثمت هناك خط ثالث. هناك تفاصيل تتعلق إما بفشل مسار 25 جويلية أو بإنجاز برنامج ومشروع وصلت الفكرة برامجي ل 25 جويلية لا يمكن أن يختص به السيد رئيس الجمهورية لوحده، وإنما بتشريك الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. وهذا ما هذا هو موقف حركة الشعب بالفعل، وهذا ما تطالب به الأحزاب والمجتمع المدني، تشريكهم في يعني القرار السياسي ما بعد 25 جويلية. أشكرك الدكتور رضا اللاغا، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، كنت معنا من تونس.